شكراً تسوباسا. تسديدة ماتسوياما تحلق على ارتفاع منخفض، والهدف الثالث. بهذا الهدف الحاسم بقي 5 دقائق فقط من زمن المباراة. سأسمي تسديدتي بالعقاب البري كما أسميت تسديدتك بالنمر. عقاب؟ تسديدة العقاب البري. ومنتخب اليابان يحدث تغييرات. الحارس موريساكي بدلاً من واكاشيمازو. موريساكي، أعتمد عليك موريساكي، احمي مرمانا. حسناً. مع بداية الشوط الثاني، فريق ميونخ يهاجم باحثاً عن ثأره لتأخرهم بهدفين. إنها الهجمة الأخيرة. ابتعدا! تجاوزهما. أسرع ماير ومر من بينهما. يا رفاق، احذروا حتى النهاية. حسناً، سجلها ماير. سحقاً، هيا أوقفوه. لست أنا من يستسلم بسهولة. هانزن. ماير يصنع اللعب. يا لقوته البدنية، ألا يزال قادراً على الإسراع؟ قل هذا. الحارس البديل موريساكي أنقذ مرماه بقبضة يده. موريساكي، أحسنت، هذا رائع. فريق ميونخ يتلاعب بالدفاع الياباني، والكرة تتجه لهانز. إنها سريعة. لا تعبث معي، سنريكم كيف تلعب الكرة. هيا. هوانيتا يواصل الهجوم. أنا هنا. نحن نثق بك بريخ. اللعنة، أوقفوه. إنها لا، لن تفلحوا. يواصل الهجوم. ها هي الهجمة الأخيرة. حسنا. للمنتخب الياباني. ها هي تسديدة الشاهين. بريخ يدافع عن مرماه، ولكن التسديدة الثانية ترتطم بالعرضة. سحقا. هو مدافع منتخب ماذا؟ سوبا سيرتقي للكرة المرتدة وبركلة مقصية. يعلن عن الهدف الرابع في شباك ميونخ، وصافرة انتهاء اللقاء برباعية نظيفة. كابتن تسوباسا. أجل، انتصرنا. أجل، لقد فعلناها. تسوباسا. ظهور أول نموذجي لتسوباسا مع المنتخب الياباني بإحرازه هدفين والمساهمة في مثلهما. أصبت بقرار رؤية هذه المباراة. لقد اكتشفت من سيمثل عقبة في حلم ألمانيا للفوز بالبطولة الدولية للناشئين. نحن على مشارف بطولة فرنسا، حيث أقوى منتخبات العالم. نتطلع لرؤية أداء منتخب اليابان الوطني للناشئين في هذه البطولة. والآن حان وقت التحدي الحقيقي، الوقت المناسب لاختبار كفاءتنا، وما إن كانت الكرة اليابانية على مصاف الفرق الأوروبية.